الو المستشفى. السلام عليكم، حبيت اسالك، عندكم بالمستشفى بجوار جهاز الام ار اي عندكم بنادق كلاشينكوف؟ لا والله، في مستشفى شفاء في غزه عندهم كثير كلاشينكوف من وراء جهاز الام ار اي، الله يغضب عليهم. اوكي، انا متاكد انه عندكم نفق عسكري عمليات كبير بجوار المبنى داخل المجمع الطبي، اليس كذلك؟ الله، ولا لما في مستشفى شفاء عندهم نفق كبير لحماس وللإرهاب، وفي مستشفى الغلتيسي عندهم نفق استراتيجي كبير جدا للقتال وفي أسلحة، هدول أولاد حرام. حبيت أسألك، عندكم في المستشفى في طابق السفلي عندكم تحتجزوا رهائن يعني مختطفين وأسلحة؟ يعني ما فيش أي مختطفين، ما فيش أي رهائن، ما فيش أي أسلحة؟ يعني تعرف انه في مستشفى القدس ومستشفى الغنتيسي عندهم، يعني في مستشفى الغنتيسي في غزة كانوا يحتجزون رهائن، وفي مستشفى القدس عندهم كتير أسلحة، كيف ما عندكم أي شيء من هاي النوع؟ حبيبي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هدول من حماسي اللي يستغلوا المستشفيات بهاي الطريقة السخيفة. حسبي الله ونعم الوكيل.